لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد. يا حلوين، أنا جيت في حتة حلوة يا حلوات. أنتوا طبعا بتعرفوني، أنا غفران الحلوة، وأنا عمكم سفيان. أنت الشاطر، أنا على السفر وجيت أوريكم حاجة حلوة شديد لقيتها، لكن ممكن تشتروها برا المطار أرخص. شنو دي يا عمو سفيان؟ عارفة دي شنو؟ تعال أوريكم، تعال شوف 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 شوف. ده اسمه الموبل ليف، ده اسمه الموبل ليف. ده عسل، لكن عسل بيطلعوه من شنو؟ من الشجر. عسل شجر، ما بتطلعوا النحلة. معقولة؟ معقولة؟ كده شوفوا، كده شوفوا، كده شوفوا. ده اسمه سيرب، بحطوه في البانكيك وبحبوه. وده من الشجرة اللي هي أساسا، هي أساسا عينوا لها الشجرة دي شنو؟ الشجرة دي أساسا في العلم بتاع كندا، في العلم بتاعه، وهي من أجمل العسل الناس بيحبوه، لكن عسل من الشجر ما من النحل. شايفين الشجرة دي؟ هي ذاتها بتطلع منها الميبل ليف، عسل شجر، والله حلو شديد. يا سلام، أنا عاوزه. أنت أصبر أصبر، ما كمان أي شيء دايره يا ولدي، لازم أي حاجة. بعدين داير أقول لك، شايف الشعار ده؟ الشعار ده ذاته ما يهودي، هي ذاتها العسلة دي، ذاتها العسلة دي، العسلة دي، العسلة دي، العسلة دي. ضحكتني يا عمو، يا عمو أنا ما بضحكك، لكن بحكي لك كثيرة. شايف العلامة دي؟ شايف العلامة دي؟ دي دي هالشجرة اللي بيطلعوا منها السكر ده. أنت ما عارف؟ أوه، أول مرة أعرف. طيب أنا حسي كلمتك، تعال نتفرج. يلا كه. أوه والله ده حاجات كثيرة، ده كله السيرب ده بكبوه في البانكيك، وبكبوه مرات حتى بيخطوه في مرات في الكيك. ده جميل، ده الشعار بتاع كندا يا هو، ده الشجرة الصفق بتاعها اللي بيطلعوا منه العسل. أيوة، وده خاتنه في العلم، ده الصفق، الصفقة دي هي اللي بيعملوا منها، اللي بيعملوا فيها الصفقة دي، دي اللي بيعملوا بها أي حاجة هنا شعار. وبحبوها شديد، بحبوها شديد الصفقة، عنو لا عنو لا عنو لا، حلوة شديد هي ذاتها، وبيعملوا منها شعارات كثيرة والسكرات وأي حاجة. شايفين العلم؟ وخذ العلم، العلم فيه الصفقة دي، والصفقة دي ذاتها يا ها صاحبة الشجرة اللي فيها العسل. أيوة، عشان كده أنا عرفتها، هم بيحبوها وبتطلع عسل، والله حلوة شديد. يلا نذوقها إن شاء الله. مع السلامة، مع السلامة. وده برضو الميبل ليف يبيعوه هنا كتير ما شاء الله، لازم تجوا تذوقوه في كندا، والله جميل شديد، جميل عديل. ده كله الرف كله؟ معقولة يا عمو، عمو سفيان، سفيان ده كله سكر ما من، وعسل معمول لا من السكر لا من لا من النحل، لا ما معمول، ده ما معمول، ده جاي من الشجر الميبل ليف. اوه ده حاجة غريبة، خلاص كده يلا فرجني فيه، دار اشوفه كله. طيب شوف ده كله، بس ده كله شوفها، اها شوف ده كله فقط، بس ده السكر الطالع من الشجرة، والشجرة دي الشجرة ذاتها هي العلم الشعار بتاع كندا. أيوة ليلى ثقفتني شديد، وأنا هحبه، هاكله، هاكله كله، أنا هاكله كله كله. وأنا ذاتي يا عم سفيان أنا بحب البانكيك، حامل البانكيك وحامل لي كيكة، حاعملها برضو بالميبل ليف، وأعمل لي معاكي كمان، أعمل لنا عشان حسي وريتي، اشتري واعمليه، وانا انت ذاتك كلنا ناكل. يلا مع السلامة في الحلقة القادمة، الحلقة القادمة.